السؤال الثاني بالنسبة للمخالفات المرورية، يقولون انها ربا، فما ادري الزيادة فيها، لان فيها تدبيل من 300 تصير 500، الزيادة هذه هي ربا ولا لا؟ طيب جزاكم الله. السؤال الثاني، واما المخالفات المرورية يقتصر على الغرامة المقررة ولا تزاد، اذا تأخرت لا يجوز الزيادة فيها، لان هذا ربا، هذا من مثل الزيادة في الدين، اذا تأخر لا يجوز. نعم.